كمان لما نبتدي نناقش موضوع ما نطلعش من موضوع لموضوع، احنا ما كناش بنتفاهم خالص وفجأة خدنا قرار هنقعد نتفاهم، روح فاتحين كل المواضيع مرة واحدة، ده مش بيساعدنا، بالعكس ده ممكن نتدربك وما نطلعش بحاجة ونتخانق أكتر. لكن القانون هنا أو الشرط هنا خطوة خطوة، يعني One step at a time. يعني أوقات الواحد لما بيتزنق يروح فاتح موضوع تاني فلاقي نفسه يتغلب في دي فيروح فاتح، طب شوفي بقى أنت مش بتطبخي، طب احنا هنتكلم في الطبيخ بعدين، بس احنا بنتكلم دلوقتي مثلا في المواعيد أو بنتكلم في تربية الأولاد أو في، يعني يبقى موضوع واحد في المرة لما نخلصه لولا نفتح في حاجة تاني. لكن لو فتحنا كذا موضوع هنتخانق ومش هننهي ولا موضوع. ف one step at a time، خطوة خطوة. حتى واحنا بنطلع سلم ولا بننزل ما بناخدش ثلاث اربع سلمات نتكعب، ناخد سلمة سلم. ناس الحكاية في الحوار خطوة خطوة، موضوع موضوع، نقطة نقطة، ونخلصها نستريح وبعدين نفتح التانية مرة تانية أو بعد ما نخلص.